هاي أنا غيدة، فيكم تتواصلوا معي على الإيميل الخاص بعالم صباح عالمصباح@future.com.lb 2A بالأول، وفيكم أيضا تبعتوا لنا على الفيسبوك الخاص فينا كمان اللي هو www.facebook.com/عالم.الصباح أو على تويتر @عالمصباح، وفيكم تبعتوا لي أي صورة أو أي فيديو بيخطر على بالكم على الفيوتشر آب على اليوريبورت. باي. ثانك يو لساره مغربي طبعا على هالاطراء الحلو لإلي. بجاوبك انه بقول لك ثانك يو، شو بدي جاوبك شيء ثاني، ولكن انا بانتظار تجاوب يكون معي بالنسبه للترويقه قبل ما تروحوا على المدرسه، اولادكم يروحوا على المدرسه، شو هي؟ بليز جاوبوني عبر صفحه الفيسبوك. شادي زين كيفك؟ تمام. ترويقت منيح؟ ايه انت جبت لك ترويقه معي. اوكي، بعد ما بدك خليني برا بس عم حضر وصفه كثير حلوه. نعم. هلا المشاهدين خليني يفتشوا عليها شوي صغيره شوي كثيره على الجوجل، اللي هي المفتول الفلسطيني بامتياز. هدي لوين بتتاكل كمان؟ بتتاكل مع الدجاج، بتتاكل مع لحم، بتتاكل لوحدها. اللي هي مثل الكسكس بس. هي مجموعه من الطحين الاسمر، الطحين الابيض، عندك كمان البرغل والسميد. اوكي. والمي، فهلا بعد شوي صغير رح نعملها سوا. طيب شايف انت عاده بتتروق بالبيت؟ قليل جدا، انا بشرب فنجان قهوه، مشان هيك نحن بنعاني دائما، وخاصه نحن هون بلبنان وبالشرق الاوسط كله مشكله النصاحه. اوكي، لانه بنعتمد على الغداء والعشاء بالليل، ومن بعد الساعه 3 بعد الظهر، فهذا خطا كبير كبير. بس اسم الله عليك، شو بتكون اكل بالليل حتى بتكون هالقد نشيط اذا مش مروق وهالقد نشيط؟ خليك ما تتروق شادي، انت بس ما سمح لك ما تتروق. نحن وياكم لعند كارلا كمان نشوف مين صار عندها وتشرح لنا اكثر عن ثلاث انواع ترويقه، مع انه انا اللي شفتهم قدامها اكثر بكثير، ولكن هي رح تقسمهم علميا لثلاث انواع من الترويقات اللي ممكن نحضرها الصبح بشكل سريع. كارلا خفيف نظيف. جوزيف، شوف مين في هون. شوف مين في هون جوزيف. بونجور. بونجور. بونجور غيدا. شو بتصحي؟ بونجور مايا. شوف مين في هون. ايه شوف مين في هون جوزيف. بس لنجاوب متصله اتصلت قبل شوي وسالته لجوزيف، عم تقول انه الكبيت بنتها ما بتاخذ غير كبيت حليب الصبح، ما بتقبل تاخذ شيء ثاني، هل هالشيء كافي؟ هلا اجمالا نحن بنقول منيح اذا بتقبل تاخذ كبيت حليب، لانه على الاقل كبيت الحليب فيها مي بالاول، فيها اكيد بروتين، فينا نحط لها مثلا ملعقه شوكولا او ملعقه كاكاو، هي بتعطيها سكر، لبين ما ترجع بلكي على الساعه 10 تاخذ خبزه صغيره مع لبنه او جبنه. بقى اذا بتاخذ بنتك مدام كبيت حليب هيدا الشيء جدا منيح. بقى نحن هون بالترويقه مايا وغيدا عندنا عندنا كثير انواع، بس انا قسمتهم ترويقه سريعه للي ما قادر ابدا ما عنده وقت يتروق، بس بعرف انه غيدا عندها وقت ولا رح تسكب وتقعد. حسي شعبالي امسك هاي. اول شيء قول صباح الخير لكل المشاهدين ولالي كارلا ولا مايا، وامسك هاي وقول لك على الضيعه يا ما على الضيعه. هيك حاسي حالي. وتسكبي من الفول والحمص. اسكب من الفول ومن الحمص. وبتعرفي هيك خي، يعني اليوم كلنا بنحكي دائما على الترويقه قديش بنحبها وقديش كلنا بننطر الترويقه، وخاصه لما كارلا تجيب معها اشياء على الاستوديو. بقى اليوم جايبه كثير اشياء، بس ومش بس على الاستوديو. نخلط وما نخلط. صحيح. هلا انا قلت له لانه في واحد يخلط ويعني يتقل الدنيا، مشان هيك انا قلت له لجوزيف بالاول على بكره اول ما بلشنا، قلت له جوزيف ما بدك تاكل من كل شيء. هلا جوزيف ما قصر، بدك تنقي. هلا هون بهالجزء من الترويقه سميتها الترويقه السريعه، مطرح ما عندنا الكورن فليكس، مطرح ما عندنا مثلا القطع اللي محشيه تمر، مثلا بول تمر او كعك بينسون. واذا لاحظتي غيدا لسوء حظك بدي اكل منه هيدا ينسون لسوء حظك. بتحبوه ولا لا؟ يا ريت. لانه بتحبيهم؟ ايه، بس لانه ينسون بيلعب على الكلمه. ايه اوكي. لا بس كمان شوي العجينه من قمحه كامله. بس ذوقيها لان انا نقيت هيدا البارت. عم اقول لك دجاج ما بفتكر رح دق هون، انا بنقي هالمي. شو بتنقي انت؟ نقي من هيدا السريع طبعا. ليش سريع؟ لان فيك تمسكيه اوب تحطي بالصحن، وشكله انه ما في كالوريات قد هذيك الميل. هذيك الميل نقزتنا شوي. هلا شوفي في طبعا، هلا بنشوف بالبيض والجبنه اكيد في سعرات حراريه اكثر ودهن اكثر، هدول فيهم اكيد دهون اقل، بس لازم يكون كامل. يعني انت اوكي البول فيها تمر، فيها فواكه، بس لازم ننقي مثلا معهم على القليل كبيت حليب ليكون في بروتين، ويا موزه او شيء من الفواكه. وطبعا اكيد فيك تنقي اي
شيء من الكورن فليكس الثاني. انا اتفقت كثير انا ومايا. مايا خليكي على ركي على هيدا، تفضلي ركي على هيدا الجانب. انا بنقي على لانه هيدا كله بتعرفي انا ما باكل منه. صحيح بقى مش ليش ما في كورن فليكس عادي؟ ليه كله اسمر وشوفان؟ لانه بتشبع لانه انا جايه غيدا بتشبعي. عارفه انه انا جايه. ايه ما هو هيك. خلي هيدا مع مايا لانه خلينا نركي على البيض والفول والحمص. لا تشبعي ولا تضايني. اذا كان كورن فليكس ابيض دغري بتجوعي بعد نص ساعه من هيك جبنه اصلا. هلا ليكي هون في عنا الشخص اللي ياخذ وقته وعنده وقت، في عندك الفول والحمص اللي هن من احسن انواع البروتين وبنفس الوقت فيهم نشويات والياف كثير، يعني انت بتاكلي صحن الفول وبتشبعي. بقى هلا بتسكبي صحن فول اذا بدك، او في عندنا طبعا البيض بالشومر، بيض بالشومر كمان كثير كثير طيب وعلى الطريقه التقليديه. ما في بيض بقورمه؟ القرويه لا ممنوع. في عندي اومليت بالجبنه، اومليت بالجبنه والساج. انا رح اجي اعمل ساج لانه هون الشباب عم بيشتهوا على الساج، بس خلينا نحطها. وهيدول نحن هيدول بناخذ وقتنا فيهم، يعني اذا الشخص فاضي لحتى يحضر بيقدر يحضر هيك. سؤال ايه بس اخر شيء بس قبل ما انسى، في عندنا القمح اللي هو كمان ممكن يكون سريع لان فيك تعبي تسليه قبل بوقت وتعبي وتاخذيه معك تاكلي انت وبالسياره. وكمان ساندويتش الجبنه او اللبنه، في كثير اشخاص بيقولوا لي ما عندي وقت، بس صدقيني اذا عملنا هلا نص رغيف بسرعه لبنه جبنه شويه زعتر وبندوره ما بتاخذ معنا اكثر من دقيقتين؟ ايه ماكسيموم، بس بدك وقت لناكلها. ما انا هيدا السؤال بسالك إيه؟ شو بنعمل بالشخص اللي بيحب الاكل اللي بده وقت وما عنده وقت بس هو بياخذ كثير وقت عم ياكل، يعني حضرتي شخصيا بنقي بايام العطل، يعني انت ايام العطل بدنا ناخذ من هالاطباق يلي هي صحيح بعض الاشخاص بيقولوا يمكن ثقيله، مثلا بيض بالجبنه او الاوملات كثير، يعني بتحسي انه اوكي اذا اكلتيها يمكن ما تعودي تتغدي، بس ممكن انه تكون ايام العطله وبعض الاوقات فيها تكون هيدي الوجبه برانش ما تعودي تتغدي. اكيد مزبوط. وفي واحد يقفل الغداء؟ ساعتها فيك تقفل الغداء او تاخري او تاخري قد ما بتقدري. ايه. شوف حتقتل حالك هلا، حطيت لي كل شيء اسمر قدامي. لا هيدا ما مسكت الا البيض الابيض. ما مسكت الا بعرف انه حاعمل لك هلا. انا رح ارجع اخذ بيض بفتكر لانه شهوني كثير. صح هلا ما في خبز ابيض. بس ليكي انه مايا برافو انه شربتي شيء سائل، لان لازم ناخذ سوائل. بدي تلونيه لو ما في الوان. اوكي لونيه لي مثلا ليك التفاحه شو حلوه. لازم نلون. ما بدك خضره؟ لا حطي بندوره مع صفوف. مش صفوف فيكي بس ما ملون كثير الصفوف. طيب حطي صفوف اذا بدك، بس هون بدنا شيء ملون. يعني بين تتعدى بالدراسه مايا بدها صفوف كمان. بدك كل شيء. شو بدك تاكلي؟ مش عارفة بدي هيدا ناطرة أنا هلا ناطرة الساج. أوكي نحن رح آخذ الساج. نحن رح نروح عند جوزيف وبدي آكل كمان لبنة وجبنة وبيض. يلا لأنه ما بلحق آكل فول وحمص هلا. ما بتلحق بصير كثير نو. إيه بصير كثير. بدك تنقي يا لبنة يا فول، يعني الساج لبنة وجبنة. لبنة وجبنة خلص قررت. أوكي جوزيف غيدة عادي. والله الصيت لالي والفعل لغيدة. اتهمتيني ان انا بدي اكل من كل شيء. هيئتها غيدة اللي بدها تقش كل شيء مش انا. انا انت صبيتي لي صحني مزبوط. على كل حال الترويقه رح نرجع لك بعد شوي كارلا، وبرجع بقلكم انه تواصلوا معي عبر الفيسبوك شو ترويقتكم قبل ما تروحوا على المدرسه او لاولادكم او انتم كمان شو بتتروقوا. انا ناطر كل تعليقاتكم على صفحه الفيسبوك. اليوم مع دكتور الفريد كرم بفقره بروبيوتيك بلس رح نحكي على الفرق بين بروبيوتيك والبروبيوتيك بلس اللي موجود بالاسواق. صباح الخير دكتور الفريد. صباح النور. قبل الترويقه حبيت بروبيوتيك ولا بعده؟ انا الفكره اللي جابوني عليها اليوم بمفاجاه كانت كثير مفاجاه حلوه. ما فيك تصور جوزيف قد ايه الترويقه مهمه لاهل بيتنا لاولادنا ولكل الناس. اذا اوعى نفكر انه الترويقه شيء زايد، الترويقه اساسي. فينا نتخلى عن نص الغداء، فينا نتخلى عن العشاء كله. من هيك منقول كون أناني بترويقتك، صوم غداك بينك وبين خياك واعطي عشاك لعدوك. ليك 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 وحده ثانيه كنا عم نقولها من شوي، كون ملك على كل مثل الملك على الترويقه، او مثل الامير على الغداء ومثل الفقير على العشاء. يلا في فرق تلي دكتور كنت عم تحكي قبل الهوا ما بين بروبيوتيك بلس والبروبيوتيك الموجودين بالاسواق. سؤالك كثير محله وانا بتشكرك على هالسؤال هيدا. ايه لانه نعم في فرق، على طول في فرق بين برودكت وبرودكت. بس اهم شيء حابب انا احكي لهالناس اللي هني بتسمعوا علينا بيصدقونا بياخذونا بجديه، هودي الناس اللي بهموني انا، اللي عم بيروحوا ويستعملوا عم بتسمعوا علينا عم بيصدقونا. اوكي اول كل
البرودكت اللي بنحطهم بين ايديهم، المستحضر اللي بنحطه بده يكون بده يكون امن. نعم. اول شيء، اول خاصه من خصائص شيء بنحطه، اذا بدي انا اعطيك شيء بده يكون امن. اذا اعطيتك لعبه لابنك بده يكون اللعبه امنه، سياره امنه، اي شيء ثيابك تلبسها بدها تكون امنه، يعني تقدر انت تحميك وما تؤديك الى مشكله. اهم شيء بالبروبيوتيك هو امن، بروبيوتيك بلس. هذا يعني مين ما كان بيقدر يستعمله، ما في له ضرر. البكتيريا الصديقه اللي وجدها الخالق وجدها لاجلنا. وهي تشتغل معنا بواسطه الجهاز الهضمي لتوصل الى اقوى عمل هو عمل المناعه. يعني حضرتك بتنصح بالبلس طبعا، البروبيوتيك بلس. بنصح بالبروبيوتيك بلس لانه انا عارف كيف بدا وكيف بتصنع وكيف بيوصل على لبنان وكيف يوزع. اوكي، اذا عنده رخصه الدولي المصنعة كندا وعنده رخصة الدولي المستقبلي لبنان. نعم. وهيدا من 16-17 سنة، مش مبارح يعني. وفي مثل ما عرفت انه كذا بلد بيستقبلوه، يعني تقريبا كل العالم بيستقبلوا هالبروبيوتيك. اكيد البروبيوتيك بلس مشهور بكتير بلدان. انا لما اقول بروبيوتيك بلس من افضل البروبيوتيكس، مش بس بلبنان. نعم. عم بحكي عن الشرق الاوسط، عم بحكي عن العالم. هلا اعطينا خاصة للبروبيوتيك بلس او لمستحضر هو. نعم. رح عرفت انه اجى اتصال. نعم. اعطينا خاصة هي انه لازم يكون امن، الخاصة الثانية لازم يكون فعال، وهلا من كافي. ماري من الظريف، صباح الخير ست ماري. صباح النور. تفضلي، شو سؤالك لدكتور الفريد؟ بدي احكي شوي مع دكتور كرم اذا بتريد. اكيد تفضلي. دكتور كرم، انا جبت البروبيوتيك بلس كويس وبلشت فيه وتلفنت لك، قلت لي بدك تاكلي معه 5 تفاحات بقشرون. صح. طب انا ما فيي، عندي مصاريني بيجوا، ما فيي اخذ 5 تفاحات بقشرون. ايه. شو فيك تعملي؟ قد ايه فيك تاكلي؟ قلت لي اذا ما اكلتي 5 تفاحات بقشرون ما بتنتفعي. ليكي يا ماري، انا اعطيتك حل كامل، انا ما بدي خفف عنك مشاكل الامساك. انا بدي طلعك من الامساك نهائيا. طلبت منك تاخذي حبتين بعد كل وجبه طعام بروبيوتيك بلس، طلبت منك تشربي لترين مي، طلبت منك تاكلي 4-5 تفاحات بالنهار مع قشره، وطلبت منك تاخذي 5 حبات خوخ مجفف. انا عم بعطيكي طريقه، بتحبي تتبعيها؟ اهلا وسهلا. بس اذا ما قدرت تضلي في شيء ثاني، اذا بتحبي تضلي على اللاكساتيف، اللاكساتيف رخاص بيحلوا المشكله وبتضل تاخذهم كل العمر. انا عم بعطيها طريقه تطلع من الامساك، تعود حالها على شيء اسمه اسبوعين. مين ما بيقدر اليوم اذا شد على حاله ياكل 4-5 تفاحات؟ انا بدي اقول لك دكتور، في عالم عندهم حساسيه على قشر التفاح، بصير عندهم وجع بالبطن. انا من هيك عم نعطيهم البروبيوتيك بلس. نعم. من هيك عم نطلب منهم يشربوا لترين مي، من هيك عم نقول لهم خذوا 5 حبات خوخ مجفف حتى كله يشتغل. اللي عنده حساسيه على التفاح، معقول يكون في ناس، ما عم بقول لا. انا هلا صار يتحسس، في بديل. ما هو من مشكله نقص البكتيريا والتحسس على كثير امور، كانه صار الناس عندهم حساسيه على التفاح. ويا حرام. نعم. اذا على التفاح بده يكون في عندنا حساسيه، كيف بدنا نعيش؟ من هيك انا اعطيتها لمري حل كامل. ما فيها بنهار الواحد تاخذ القد، منروح منوزع العمل لثلاث اسابيع وبناخذ. نعم. اقل ومنطول بالنا شوي. انا بدي باقل وقت ممكن واقل كلفه ممكنه وصلها لحل اساسي. فينا نستبدل التفاح بخوخ مجفف؟ الخوخ المجفف رائع. نعم. التفاح فيه الياف البكتين، اذا فينا نحصل على الياف ثاني كمان مليح. الخرمه مثلا فيه الياف كثير. الخرمه فيها الياف، انا بفضل نروح نحو حبوب او 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 بودره الالياف اللي هي بندوبها بالماء ونشربها. نعم. كمان هيدي مهمه. لكن اليوم للي عنده تحسس على التفاح يلاقي حل تاني، معلش يعني يشوف له شي حل تاني. هو الاهم انها تاخذ 3 مرات بنهار حبتين قبل كل وجبه من البروبيوتيك بلس. لا 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 لا، البروبيوتيك بلس بناخده من بعد الوجبه. من بعد كل وجبه. بعد الوجبه. نعم. حبتين. حبتين. ناخذ لترين مي بنهار. ليك نحن شو الهدف من اللي قلته لماري وغيرتنا كل موضوع الحديث. نعم. عن ما نحكي عنه اليوم، هو انه هالناس الطيبين اللي عندهم متاعب صحيه وعندهم امساك سنين عديده، هدفنا نروح لنحل الاسباب، ما بدنا نضل بالعوارض. العوارض عم بيحلوها باللاكساتيف، بالملايين المسهلات. نحن بدنا نروح للاسباب. نعم. لما نوجد الاسباب، هي نقص الياف، هي نقص بكتيريا، هي نقص مي، هي ستريس، وهي
متاعب صحيه الجسم عنده سباسم الجهاز المصران، بدنا نروح ونسهل عنهم كل هالاشكال. لا. اوكي، اما حديثنا عن البروبيوتيك بلس، قلنا نحن دخلك نحن بنيجي نحكي عن البروبيوتيك بلس هون. نعم. طيب هالناس عم بتسمع علينا، ليش لبدنا نحكي عن البروبيوتيك بلس؟ طيب هل بيزهقوا منا، او هل هالبرودوي نحن هالكلام بيهمنا نحن بس ولا بيهمهم لهم؟ نحن عم نحكي عن البروبيوتيك بلس لانه من سنه 1908، يعني من 105 سنين، اجى شخص ايلاي ميتشنيكوف وجد اهميه البكتيريا للجسم، وعلى اساسها اخذ جائزه الفريد نوبل للصحه. صحيح. اوكي، يعني حصل على جائزه قيمة جدا لأنه اكتشف أنه البكتيريا الصديقة مهمة لجسمنا، مهمة لصحتنا، وهي بتقوي المناعة. انتسى هالموضوع، إجا الطب الطبيعي يجدد حاله ورجع دخل على موضوع البروبيوتكس. نحن لما نحكي الناس عن البروبيوتكس هو لهدفين. الهدف الأول نعودهم على غذاء كله تقاليد، غذاء تقليدي، يروحوا نحو المأكولات الطبيعية اللي أقرب للطبيعة حتى ياخذوا بكتيريا، أو يحصلوا على البكتيريا من خلال البروبيوتيك بلس. نعم. اوكي، في اتصال. اتصال. عليا من بيروت، صباح الخير عليا. ست عليا تفضلي. سام بونجور. تفضلي، عم يسمعك دكتور الفريد. ايه الو بونجور. بونجور يا هلا. ايه سامعني؟ ايه معلوم. بس بدي اقول للدكتور كرام انه شو ما باكل، اي شيء باكله، اي شيء، نفخه مع وجع. اخذتي البروبيوتيك بلس مدام؟ وعم باخذ صلي شي 3 اشهر. عم تاخذي البروبيوتيك بلس؟ عم باخذ حبتين، كل يعني 4 حبات، حبتين الظهر وحبتين بالليل. وما تحسنتي ابدا؟ سوري مش عم بسمعك. ما تحسنتي ولا نتفي؟ في فترة تحسنت، ما احليني بعقد الدواء، وبس صلي شي اسبوعين ابدا. من اسبوعين رجعتي لورا؟ لا ما رجعت لورا. نعم؟ بس كثير في وجع مع نفخة كثير 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 قوية. إيه يعني شو ما باكل، كانك رجعتي لاول الوقت اللي انت بداتي فيه. نعم. على كل حال بالنسبه للمدام اللي ما قدرت اخذ واعطي معها، بده يكون تحسنت، يعني جسمها قدر لاسباب يعني صحيه حضن البكتيريا. نعم. استفادت من هالبكتيريا، مشيت عليه، ما بعرف شو صار بين الحين والاخر، حتى ولو انه عم تاخذ رجعت جسمها فقد هالبكتيريا، معليش من هيك بنقول نحن نروح على مده طويله 3 اشهر، جددي ثقتك بالبروبيوتيك بلس، بفضل انا هلا تاخذيه حبه بعد الترويقه، حبه بعد الغداء، وحبتين بعد العشاء، وزعي البروبيوتيك، بحاجه لتوزعيه على حبه بعد كل وجبه طعام، اما انت لانه بعد ما ارتحتي كليا خذي حبتين بعد العشاء، فعاليه الحبتين بعد العشاء. نعم. نحن شو هدفنا من البروبيوتيك بلس؟ نحن لما نقول للناس خذوا بروبيوتيك بلس، الهدف هو اول شيء نعمل وقايه بريفنتيف، يعني نحن بناخذ البروبيوتيك بلس كمستحضر طبيعي ليأهلنا صحتنا افضل ويحمينا من الامراض، وخاصة الشخص المريض اللي عم بيتبع ادويته عند الطبيب ياخذ البروبيوتيك بلس مع الدواء، لانه المريض بحاجه الى افضل غذاء حتى يقدر يتحسن صحته، مع الدواء بيساعده، هون عنده افضل ما فيه بالغذاء، هو غذاء مركز او مركز غذائي مصنوع من بكتيريا لاجل صحته. بس اذا لقوا بروبيوتيك ارخص من بروبيوتيك بلس مثلا بالسوق، ما يروحوا على البلس لانه هو اللي فيه الكميه الاكبر. رح تكتشفوا دغري بعدين. لا. الفرق الكبير ما بين بروبيوتيك بلس والباقي، وان شاء الله المره الجايه بنقول ليه الفرق وشو هو اللي بيصنف بروبيوتيك. شكرا لك دكتور فريد، نرجع نشوفك مره ثانيه بعالم صباح. لكل المشاهدين نحن وياكم مكملين بريك قصير، وبعدها بنعود لنشوف كارلا مين عندها عم بتروق، وكندا بارض وورد بالاستوديو، خليكم معنا.